ودي خلية النحل اللي هنعملها مع بعض النهاردة بمقادير مظبوطة جدا بطريقة جميلة وسهلة هتبهرك بصراحة. بصوا العجينة تحفة جدا، بصوا بصي اسفنج خطيرة. يلا عملنا اتنين، بصوا دي جميلة جدا فظيعة كده في الجمال، بصوا الجمال. يلا اسمع الفيديو للآخر عشان تعرفي الطريقة المظبوطة عشان تعملي خلية نحل وتطلع بالنتيجة دي. ولو أول مرة تشرفيني في قناتي ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس، وأهم حاجة دعوة طيبة وحطي لايك كبير قوي للفيديو. بصوا الجمال، بصوا حلوة جدا ازاي، خطيرة. يلا بسرعة اسمعي الفيديو للآخر. بصوا بقى تعالوا كده نجرب نشوف كده، نجيب واحدة. بصوا بصوا التسوية جميلة ازاي، بصي مفيش قطرة من كده. عايزة بس افتحها من جوه كده، دي اللي بالملبن. بصي من جوه عاملة ازاي، بصي ملبن اهو مفرغة وخطيرة ازاي، تقالي يعني مشفتش قطرة واجمل من كده. بصوا جميلة جدا جدا جدا، بصوا فظيعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ازيكم يا حبايبي، أخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض خلية النحل. يلا نشوف مقاديري وطريقتي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 4 كوبايات دقيق، كل بولة فيها 2 كوباية دقيق، ومعايا 2 معلقة لبن بودر، ومعايا 1 كوباية زبادي، 1/2 كوباية زيت، باكت خميرة، ذرة ملح، 1 معلقة كبيرة خل، 1 معلقة كبيرة سكر، 1.5 كوباية لبن، مية دافية مية دافية لاختبار الخميرة، وبيضة فاصلة البياض عن الصفار. هقول لكم هنعمل ايه بيها بالظبط. ومعايا للحشو ملبن وعجوة. يلا نسمي الله ونشوف طريقتنا ازاي. اول حاجة متعودين نعملها، هنجيب الخميرة نحطها هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط عليها 2 معلقة سكر اهو، تمام، وهنقلب كل ده مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب اختبر الخميرة الاول، ليه؟ علشان ما بوظش كل المقادير دي لو الخميرة مش تمام. اختبرها الاول واشوفها تمام عليت معايا. نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي ايه نشتغل صح، بس كده تمام. هغطيها اهو، اغطيها كده واسيبها 5 دقايق ونرجع نشوفها. يلا كده بقى نقول بسم الله ونشوف طريقتنا. بصوا كده، هو كده الخميرة ما شاء الله، بصي زادت ازاي اهي. هسيبها بردك شوية تاني. اول حاجة هجيب البولة بتاعتي اللي هشتغل فيها، تمام اهي، وهحط اللبن اهو. بصوا بقى انا مش هحط كل اللبن، انا هسيب شوية، هعمل يعني هعمل حساب كمية المية اللي انا حاطة فيها الخميرة، تمام، وهحط على اللبن دوت اللبن البودر، تمام، وذرة الملح، تمام، 1 معلقة الخل والزبادي، هقلب كل ده مع بعضه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. اللبن طبعا دافي اهو، لحد ما كله كده يمتزج مع بعضه، تمام اهو. شوف الخميرة كده، بصوا بقى، بصوا ما شاء الله مقدار الخميرة عالي ازاي. بصوا العلو، هنزل بالخميرة
وأقلب أقلب كل ده كويس جدا. احنا ما حطيناش كل كمية اللبن علشان عملنا حساب المية اللي في الخمير. عادي كان ممكن تعمليها بلبن برضك، تختبريها بلبن مفيش اي مشاكل. تمام كده هنزل بالزيت اهو. اقلب كل ده مع بعضه تاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اسألك البركة في كل شيء. ودلوقتي هنحط بياض البيضة، الصفار هنسيبه لتلميع الوش اهو. ادي بيضة البيضة، حطينا كل المكونات اللي معانا. اقلب بس كل ده كده كويس جدا. بصوا دلوقتي نزلت بأول كمية دقيق، هنزل بالكمية التانية اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، واقلب بقى كل ده. انتي وانتي بتقلبي لو حسيتي ان انتي عايزة دقيق مفيش مشكلة ممكن نزود. هما دول 4 كوبايات اهو. شكلنا هنحتاج تاني على فكرة. بصوا بقى هكملها ازودها دقيق واقول لكم انا حطيت قد ايه. بقى انا حطيت كمان 2 كوبايات دقيق، يبقى المقدار دوت خد 5 كوبايات دقيق. هعجنها بقى كويس واوريها لكم، علشان انا بصور بس بايدي الشمال وايدي اليمين اللي شغاله بيها. هعجنها اوريها لكم حاجه. بصوا بقى العجينه اهي، بسم الله ما شاء الله تحفه جدا اهي. بصوا بصوا العجينه وجمالها. انا قلت لك ان انا كنا ايه ماسكه التليفون بايدي الشمال وشغاله بايدي اليمين اهي. هعجنها كويس، هي عادي لو فيها التلزيقه دي يعني معنى كده انها تبقى هشه وجميله قوي اهو اهو. هلمها بقى واوريها لكم. بص بقى عايزه اقول لك، بص العجينه بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بص العجينه عامله ازاي اهي اهي اهي. بص العجينه فظيعه، بص طراوتها، بص عامله ازاي جميله جدا. هحطها بقى نعملها كده، احطها في البوله بتاعتي تاني اهو اهي، واسيبها بقى تختمر علشان العجينه تخمر او تختمر بالعين. عشان العجينه تخمر لازم تشوفها بعينك مش بالوقت. انا ممكن اقول لك ساعه، ولو عندي الجو حر جدا في الشقه نص ساعه ما شاء الله تعلى. يبقى عجينة عشان تختمر بالعين تشوفيها زاد حجمها خالص، يبقى كده اختمرت. احطها بقى في مكان دافي مظلم، احط عليها وشها بس كده شوية زيت ونشوفها ان شاء الله بعد ما تختمر بإذن الله عشان نشكلها. بصوا بقى دلوقتي تعالوا نجهز الحشوة اللي هنحشي بيها خلية النحل. انا هعمل صينية سادة خالص ما فيهاش اي حشوة، وصينية محشية بالملبة اهو. جبت وقطعته قطع صغيرة كده، بصوا اهي. جبت العجوة بردك، نعمتها كده بقطعة زبدة على النار وكورتها اهي كور صغيرة على قد الكورة او على قد العجينة اللي انا هعملها اهي. تمام، ودي صفار البيض اللي هدم بها الوش. وهنا هعمل حليب مكثف هسقي بيه صينية من الصواني. الصينية اللي هعملها هحشيها بالعجوة بالملبن هسقيها حليب مكثف، والتانية مش هسقيها، التانية هتبقى عادية خالص. يعني بعمل لكم كذا طريقة، انتي بختاري الطريقه اللي انتي حباها. عشان اعمل حليب مكثف محتاجه 1/2 كوبايه لبن بودر، 1/2 كوبايه سكر، وربع كوبايه ميه دافيه، ومكعب زبده، وكل ده في الكبه. يلا نشوف هنعمله ازاي. الكبه بتاعتي اهي، هحط اللبن البودر والسكر. بصي انا مش هحط السكر كله، انا مش عايزاها يعني حليانه قوي. وادي الميه، وادي مكعب الزبدة. بصي مكعب الزبدة اصلا مش مستحمل، يعني مش محتاج ايه يسيح. هنزله بس كده يلا بقى كده نبتدي نضربه. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا بقى كده خلاص اهو خلص معايا. حطه في الكوباية دي
اهو بصوا بقى قوامه جميل ازاي. بصوا انا مش عايزه الا الكميه دي، الكميه دي كفايه قوي، لان انا بس كده اهو. بصوا شفتوا انا مش محتاجه غير دول بس. احنا دلوقتي جهزنا الحشوه العجوه والملبن، وجهزنا اللي هنسقيها بيها بعد ما تطلع من الفرن الحليب المكثف. تعالوا بقى كده نشوف العجينه. اهي ما شاء الله زادت اهي. بصوا بقى، بصوا 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 اسفنج، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. اهي نطلع منها الهواء كده تمام، ونبتدي بقى ايه نشكلها. بصوا بقى تعالوا دلوقتي هنعملها بقى، ونكورها كور كده صغيره. هقسم العجينه دي واكورها. بصوا بقى دلوقتي انا عملت اهو كام، عملت صينيه، مليت صينيه كورتها عادي، بتكورها كور عاديه اهي الحجم اللي انت عايزاه، وجبت الصينيه بتاعتي اهي ودهنتها. هبتدي بقى احشيها واحطها في الصينيه. يلا نشوف كده هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى ادي الصينيه بتاعتي اهي، وادي الصينيه اللي فيها الكور بتاعتي، كور العجين. هجيب العجوه والملبن اهو تمام، اوسع بس لنفسي كده شويه. بصوا بقى هجيب الكرة كده، هي بس فيها تلزيقة كده بسيطة مش مشكلة يعني اهي. هجيبها بقى كده من هنا وافتحها كده اهو تمام. بصوا بقى اهي، احط فيها العجوة واقفلها تاني اهو، واعمل كده في الملبن وكله لحد ما اخلص كل الكمية، لان يعني انا بس بصور بايدي الشمال وايدي اليمين شغاله بيها اهي، بس كده. واحطها هنا في الصينيه، هعمل بقى كل ده واوريكم بقى. انا كورتها اهي كلها، هسيبها بقى تخمر، وادي في صينيه كمان تحت اهي، هسيبهم بقى يخمروا مره كمان وبعدين اقول لكم. بصوا بقى دلوقتي ما شاء الله اختمر التاني اهي. فاكرين بقى صفار البيضه اللي انا قلت لكم عليها، هشيلها، حطيت عليها لبن ومعلقه فانيليا، واخدها كده اللي ده كل ده مع بعضه، لبن وفانيليا وصفار بيض، ومعايا حبة البركة ومعايا سمسم متحمص. هاخد بقى كده وادهن على الوش، هي بصراحة مش مستحملة خالص. هدهن على الوش كده، دهنتها كلها اهي. احط بقى، ابتدي احط السمسم اهو، سخن جدا لسه محمصة حالا. حط سمسم بقى على الوش ووري. بصي حطيت كده السمسم اهو، حط بقى حبة البركة كمان اهو. رأيكم بقى في المنظر التحفة ده؟ الفرن بقى على 180 على الشبكة. اخلص بس التانية كمان وبعدين ندخلها مع بعض. بصوا بقى ما شاء الله الاتنين اهم، ادي الصينية الكبيرة ودي الصينية الصغيرة، عملت زي ما انا عملت مع الصينية دي كده. ندخلهم بقى الفرن ونشوفهم بإذن الله الاحد بعد ما يطلعوا من الفرن ان شاء الله. خلاص اهي خليت النحل بعد ما طلعت من الفرن، خطيرة جدا بصوا، وهشة جدا بصوا، زي السفنج اهي. بصوا ترجع تاني، عملت كده تلاقيها ترجع تاني، نفس الحكايه بردك اهي. بصي تلاقيها رجعت جميله جدا. بصي بقى انا عملت الحليب المكثف بس الولد مش عايزينه، فانا ممكن ايه احط بس على الصينيه الصغيره، والصينيه الكبيره هسيبها زي ما هي اهو. عايزه بقى تسقي كده اهو، مشي عليها كده كلها اهي.
بس بسيط كده، انا مش عايزه كتير. يلا جربي المقادير بالظبط، الوصفه هتعجبك جدا، ولو عجبتك ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس، ودعوه طيبه طبعا، وحط لايك كبير قوي للفيديو. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه، العجينه خطيره. بصوا بصي اهي ترجع تاني. ايه رايكم بقى في الحلاوه دي؟ بصوا الجمال، حاجة كده ما حصلتش، فيو من بعيد. يلا السلام عليكم ورحمة الله. بقى كده نشوف واحدة بالعجوة. بصوا بقى، بصوا الجمال، بس عاملة ازاي من جوه. بصي اهي، تحفة 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 تحفة، طرية جدا يعني ملمسها خطير. اهو بصوا العجوة اهي، جميلة 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 بألف هنا.